أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فاتحة السنة والجماعة، أسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إليه في ذلك الموقف العظيم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم وفقنا للخيرات، اللهم اجعلنا من السعداء. نسأل المولى عز وجل أن يجنبنا وإياكم الهم والغم، وأن يجعلنا ممن يتلذذ بالطاعات والقرب من خالق السماوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما هو العنوان أخواني وأخواتي، كيف نتخلص من الهم؟ الكثير يسأل كيف نتخلص من هذا الهم. هناك إشارة ليست مني بل من خلقنا وأوجدنا، إنه الله عز وجل، في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. إذن التخلص من الهم يكون بماذا؟ يكون أحبتي في الله بالإيمان، بالقرب من الرحمن، بتقديم الأعمال الطيبة المباركة. ما يأتينا هذا الهم ولا هذا الغم إلا بسبب ماذا؟ الإعراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض هو سبب كل هم وكل غم. ولو نلاحظ أخواني وأخواتي أن أكبر نوادي انتحار في أوروبا، ما السبب؟ تلاحظون الآن الشهوات موجودة، الطبيعة موجودة، كل أمور الشهوات متحاضرة بشكل قوي جدا. السبب البعد عن المولى عز وجل. كل شيء موجود كما يقول أخي الغالي فاني، إلا الدين. فعندما أضعوا هذا الأمر تجد نوادي انتحار، وأكبر نادي انتحار في هولندا عليها من الله ما تستحق. نسأل الله أن يهلك هؤلاء الفجرة الذين يحاولون الإساءة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن الحبيب بلا شك بأنه الله عز وجل حفظ حبيبه وسلم في حياته وفي مماته، فلا يضر نبح هؤلاء الكلاب. فعندما نلاحظ بأن نوادي الانتحار عند هؤلاء أحبتي في الله، لا إله إلا الله، ما السبب؟ القضية بأن لا يوجد دين. فعندما ننتقل إلى ماذا؟ إلى المسلمون الآن، هناك منا من يقول أنا لدي هم، أنا مسلم، لكن ما طبقت الإسلام بالشكل الحقيقي. أنت مسلم، لكن ما طبقت هذا الإسلام كما ينبغي. الإسلام أحبتي في الله عندما تكون قريبا من الله عز وجل. ضاقت بك الدنيا، تلتجي إلى الله عز وجل. أتاك الهم، تلتجي إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال. أما كان يقول هذا الكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أرحنا بها يا بلال. لا إله إلا الله. أتى الهم، تجد الراحة في الصلاة. أتاك هم، أن تذكر المولى عز وجل، فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب المريضة، القلوب، هناك قلوب أحبتي في الله تجد بأنها مريضة، وهناك مرض الشهوات والشبهات. أما مرض أحبتي في الله الشهوات فهذا الأمر يزول عندما يرتفع الإيمان، أما مرض الشبهات فهو أخطر، فعندما يدخل إلى القلب يسبب لنا هناك يعني أمر خطير من الهم، وخروجه صعب جدا، شبهة في الدين. ولكن الشهوات تزول أحبتي في الله. هذا الهم، هذا الغم، هذه الشهوات، هذه الأمور، اقترب من المولى عز وجل وعندها تزول بإذن الله. تذكر هؤلاء الصحابة ماذا قدموا لهذا الدين. الهم ما يوجد عند أصحاب النبي إلا هم واحد، أتعلمون ما هو؟ هو النظر إلى المولى عز وجل. الجوع يتواجد، تجد حجرات، أموال فقراء ما عندهم أموال، ومع ذلك الحبيب يخرج من الجوع،
ويجد الصديق ويجد عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ما السبب بأن هؤلاء في سعادة؟ لأنهم اقتربوا من المولى عز وجل. أما الهم فهو هم واحد عند هؤلاء، يريدون الجنان، يريدون الفردوس الأعلى. فليكن لدينا هذا الهم أحبتي في الله، هذا الهم العظيم، هذا الهم الذي ينجينا عندما نقف أمام من خلقنا وأوجدنا بأننا نريد ما عند المولى عز وجل. فإذا كان هذا هو الهم في الدنيا ينقلب إلى ماذا؟ هل يبقى هم؟ والله سوف ينقلب إلى سعادة. هذا الهم الإيجابي، دعوني أقول لكم بأنه هم، ولكن هم ماذا؟ هم إيجابي، فينقلب إلى ماذا؟ إلى سعادة. همي أريد الجنان، همي أريد أن أنظر إلى الرحمن، فينقلب إلى سعادة. هناك أقوام في هذه الدنيا تجد سبحان الله بأنهم ينتظرون الموت، لا تستغربوا من هذا الأمر. هناك منهم من يقول أنا أتمنى الموت، الناس يكرهون هذا الأمر. ولما؟ يقول بأنني أريد النظر إلى من خلقني وأوجدني، يحسنون الظن بالله عز وجل. هناك من ينظر أحبتي في الله إلى السماء ويبكي مباشرة، لماذا البكاء؟ يقول سبحان من خلق هذا الكون العظيم، ينظر إلى الشمس والقمر تعظيم لمن خلق هذه الكائنات. فيكون هذا الهم مبتعد، مبتعد أحبتي في الله، الهم الذي هو بالشكل ليس الإيجابي السلبي، فيكون سبحان الله في راحة، في طمأنينة، في سعادة. وأيضا عندما نلاحظ أخواني وأخواتي، عندما يحضر لدينا هذا التفكير وتعظيم المولى عز وجل، يطمئن هذا القلب، يطمئن هذا القلب، يكون لديك الخوف والرجاء والمحبة، فوالله سوف يبتعد هذا الهم. لو افتقدت الأموال وافتقدت الأبناء وافتقدت كل شيء، ولكن ما افتقدت ذكر المولى عز وجل، فاعلم في أنك في راحة عظيمة. يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله، علي الطنطاوي، يقول كان في بداية أمري، يقول كان والدي والأسرة تجتمع، فمات الوالد، تشتتت الأسرة، أتى الموت، يعني أخذ منهم، أخذ وأخذ، بقيت من؟ بقيت الزوجة، وقتلت ابنته في أوروبا، والقصة طويلة أحبتي في الله. فعندما بقيت الزوجة، يقول ماتت الزوجة، يقول فعلمت بأن ليس لي إلا الله، إلا الله، ليس لي إلا الله عز وجل. فانكب على قراءة القرآن وعلى الرجوع إلى الرحمن، رجوع حقيقي، لأن السعادة هنا أحبتي في الله. كل ما في هذه الدنيا يزول، كل ما في هذه الدنيا هو بلا شك أنه مؤقت. ماتت القلوب. المولى عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم متون، إنك ميت يا محمد. الموت فجأة، دار متى ما أضحكت في يومها، أبكت غدا قبحا لها من داري. هذه الدار ماذا ننتظر؟ تريد أن يذهب هذا الهم؟ فكر في الآخرة. تريد أن تكون في سعادة؟ قدم من الأعمال الطيبة المباركة، مرغ أنفك ساجدا لله، يبتعد عنك هذا الهم. امسح على رأس اليتيم، يذهب عنك هذا الهم. كن صاحب أخلاق، يذهب عنك هذا الهم. كن متواضعا، يذهب عنك هذا الهم. امتلك الرحمة والرفق بالناس، يذهب عنك هذا الهم. فعندما نكون ممن يمتلك الأخلاق الطيبة وهذه الصفات الجميلة، تظنون أحبتي في الله بأن الهم يكون حاضرا. ما يحضر الهم أبدا، أبدا ما يحضر الهم أبدا، وإن كان حاضرا ما يبقى طويلا، يذهب مباشرة. سبحان الله، سبحان الله. هذا الذي يريد ما عند المولى عز وجل، بلا شك بأن الهم يبتعد عن هذا المؤمن الذي يرجو ما عند الله. ومن الوسائل التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. لا إله إلا الله، نمتلك هذا الأمر بأن نكون ممن لديه الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وكل أمر طيب مبارك. صاحب الأخلاق الطيبة يا أخواني وأخواتي محبوب، محبوب عند الناس، فكيف عند الخالق الذي خلقنا وأوجدنا؟ صاحب الأخلاق الطيبة المباركة يعيش براحة، يعيش براحة، بطمأنينة، بطمأنينة. الكل يحب هذا الشخص. إذا أردت الهم يزول،
امتلك أخلاق طيبة مبارك. إذا أردت هذا الهم يذهب عنك كما قلنا لكم في البداية بذكر المولى عز وجل، الرفق مع الناس هذا أمر عظيم جدا بلا شك بلا شك. وأيضا من وسائل دفع أحبتي في الله هذا الهم والتوتر الموجود اشتغال القلب بذكر المولى عز وجل، وأن يشتغل الإنسان بأعمال مفيدة، لأننا ما نهمل جانب الدنيا، تتفقون معي أخواني وأخواتي، حتى لو كان الإنسان منكب على أمور الخير لابد أن يكون لك نشاط في الدنيا. المؤمن ليس كسول أحبتي في الله، المؤمن ما يقف هكذا لا يعمل شيء، لا، قدم اعمل تحرك. دائما الخمول الجلوس هو سبب هذا الهم، لأن الشيطان يحضر، يعني يكون له حضور قوي، ولكن عندما تكون تنتقل من مكان إلى مكان ويكون لك نشاط في دعوة في كلمة، يكون لك تأليف كتاب، يكون لك استماع إلى محاضرات، فهنا القلب يكون ماذا؟ كأنه عملية تجديد حضور وفي نشاط ويتقوى لأنه متجدد، ما يقف هكذا. وأيضا من الأسباب تدفع هذا الهم وهذا القلق الاهتمام بالأعمال أحبتي في الله، أن الإنسان يهتم بالأعمال اللي يكون هناك أعمال تريد أن تفيدك يوم العرض، تهتم، يعني يكون هناك اهتمام مثلا لعمل لما بعد الموت. أفكر هذا التفكير، هل فكرنا هذا الأمر؟ يكون لدينا نشاط. أفكر بأن أقدم عمل لما بعد الموت. الاهتمام أيضا في الوقت، يكون الإنسان مرتب الوقت لديه، ترتيب جميل رائع، يعني يكون لديك سبحان الله نشاط، ما عندك فراغ. الفراغ هو المشكلة، هو المشكلة. ما يأتي الهم وهذا الغم إلا بماذا؟ إلا بعدم يعني ترتيب الوقت. ولكن هناك بشرى لنا ولكم أخواني وأخواتي أهل السنة والجماعة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت تكفير للخطايا. لأن هذه الدنيا لابد يصيبنا شيء، يعني ربما تفارق لك حبيب يموت، صديق لك، أو ابن أو والد أو والدة، قل ما شئت، هذه هي الدنيا. وهذا نوع من الهم، لكن لا يكون مستمر، هذا لا يبقى طويلا، أكثر من الاستغفار والقرب من الرحمن، ولكن احتسب هذا الأمر. المؤمن بلا شك بأنه على خير عظيم، فيحتسب هذا الأمر فيكون له من الأجر وتكفير للخطايا بإذن المولى عز وجل. أيضا من الأسباب التي تدفع هذا القلق أن الإنسان يعني يكون الاكثار من ذكر الله، وذكرنا هذا الأمر، فأن لذلك تأثير عجيب في انشراح الصدر والطمأنينة وزوال هذا الهم وهذا الغم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر المولى عز وجل يكون هناك أثر عظيم في حصول هذا المطلوب. لكن شتان بين من يذكر المولى عز وجل أحبتي في الله والقلب لاهي، وهناك من يذكر المولى عز وجل وتذرف هذه الدموع، شتان والله بين هذا وهذا. إذا ذكرت المولى عز وجل اجعل هذا القلب حاضرا، إذا أردت أن يكون هذا الذكر له تأثير اجعل قلبك حاضرا، عظم، تعلم من هو الله عز وجل، فعند يزول هذا الهم ينشرح سبحان الله. والآية واضحة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن هذا القلب بذكر المولى عز وجل. فيكون الحرص بلا شك بذكر المولى عز وجل. أيضا من الأسباب التي تجعل هذا الهم يذهب أحبتي في الله التحدث بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فإن معرفة هذه النعم والتحدث بها يدفع الله عز وجل عنك هذا الهم والغم. أليس هذا من الشكر؟ فعندما تشكر من خلقك وأوجدك وتتحدث عن هذه النعم العظيمة يحث العبد على ماذا؟ على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها. حتى لو كان العبد أحبتي في الله في حالة فقر أو مرض،
لا يظن أنه ما يوجد عنده نعم، عندك نعم، يكفيك أنك مسلم. أما يكفي هذا الأمر؟ هناك من يظن يقول أنا مشلول، أنا مشلول، لكن قلبك ينبض بذكر المولى عز وجل. وهناك كافر ما يذكر المولى عز وجل، كفار ربما صنعوا وفعلوا لكن ما سجدوا للعظيم، ولكن أنت عند الله عز وجل لك مكانة عظيمة. فنعم المولى عز وجل عظيمة أحبتي في الله وكثيرة بلا شك، يعني ما تحصى، كثيرة جدا. فنسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فعندما نشكر المولى عز وجل ونكون من الشاكرين ونتحدث عن هذه النعم، فأعلم بأن الهم يزول بإذن الله. لماذا أحبتي في الله ذكرنا هذه النقطة تحديدا؟ لأنك عندما تذكر هذه النعم، أما يزول الهم إذا كنت فقير؟ تقول الحمد لله، أنا أرى، أنا أسمع، أنا أمشي، وحتى لو افتقدت البصر تقول الحمد لله أنا مسلم. لاحظتم أهمية هذه النقطة؟ هناك من عنده هم يقول أنا ما توظفت إلى الآن، فلان توظف وأنا أفضل منه، أنا ربما متخرج من الجامعة. يا رجل، المولى عز وجل له نعم عظيمة عليك، فكر ويزول عنك هذا الهم. ادعو المولى عز وجل، عليك بالدعاء ويأتي الخير بإذن الله. لكن عندما تتذكر نعم المولى عز وجل تقول اللهم لك الحمد على هذه النعم العظيمة. نحن أحبتي في الله لسنا في نعمة، والله إننا في نعم، نعم عظيمة، نعم يا أخواني وأخواتي، نعم عظيمة. عندما تشاهدون الآن إلى يعني تجد من الفرق المخالفة، هناك من يسجد أحبتي في الله للصنم، وهناك من يعبد بقر ويعبد الفيران ويعبد النار ويعبد الشمس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد هناك ممن الذلة عند هؤلاء، قدسوا بشر ونحن نعظم من خلقنا وأوجدنا، الذي خلق السماء وخلق الشمس والقمر، والذي خلقنا وأوجدنا سبحانه ما أعظمه. نعمة الدين من أعظم النعم، اي والله من أعظم هذه النعم بلا شك، نعمة عظيمة. فعندما يكون لدينا هذا الأمر، أما يزول عنك الهم؟ والله لو كنت في بيت متواضع تقول الحمد لله، مدام أنا مسلم مصلي تسوى الدنيا وما فيها. الفقير هو الذي لا يذكر المولى عز وجل. إخواني وأخواتي، الفقير ليس فقير المال فقط، فقر المال هذا الدنيا مؤقتة، مسافرون نترك المال، نترك كل شيء، ما ينتقل معنا إلا العمل. الفقر الحقيقي الذي ابتعد عن الإسلام هذا الفقير أحبتي في الله، الذي ابتعد عن هذا الفضل العظيم. أما الدنيا لا تغرنا، هذه الدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من دار، دار مؤقتة. ابحث عن الجنان، تقرب من الرحمن، قدم من الأعمال، اجتهد. هذه هي الدنيا، هي عمل. فعندما يكون لديك هذا العمل تكون جنة. الدنيا جميلة ولا أناقض كلامي، جميلة، لكن متى؟ بذكر المولى عز وجل، بتقديم الأعمال تكون جميلة هذه الدنيا، ويزول هذا الهم وهذا الغم، كل شيء يذهب. لكن متى؟ إذا اقتربنا ممن خلقنا وأوجدنا، إذا كنا من الذاكرين، إذا كنا من الشاكرين، فعندها يكون بلا شك تكون السعادة حاضرة ويزول هذا الهم. أيضا من أنفع الأشياء، وهي أسباب أخواني وأخواتي، نلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري. انظروا، بل استمعوا أحبتي في الله إلى هذا الحديث. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هناك من يقول أزدري، يقول نعمة الله أنا ما عندي شيء، ما حصل لي شيء. طيب الآن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم. طيب إذا نظرنا إلى من هو أسفل منا ماذا تلاحظون الآن؟ تقول الحمد لله أنا بخير ونعمة. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تنظر إلى من هو فوقكم. طيب إذا نظرت من هو فوقي يأتيك الشيطان، ما تلاحظون أخي فاني والكلام للجميع؟
يقول له يا أخي أنت فقير، أنت ليش ما عندك كذا وكذا؟ لا تنظر إلى من هو أعلى منك وانظر إلى من هو أسفل منك. فعندما تنظر إلى من هو أسفل منك تقول الحمد لله، الله أعطاني نعم عظيمة، نعم عظيمة. وهذا الحديث في البخاري، نعم عظيمة بلا شك. وهذه توصية من الحبيب يا أخواني، يعني نلاحظ خاصة، يعني ولا نقول كل الناس، نعمم في الكلام. هناك من يقول أنا كما قلت لكم في البداية، يقول أنا مو متوظف وأنا كذا. يا رجل انظر إلى من هو أسفل منك، هناك ربما ما يجد شيء أبدا، لكن ما دام مسلم هو وجد كل شيء. أنا أقول لكم في الحقيقة، ما دام أنه مسلم وجد كل شيء. فالمقياس مو مقياس وظيفة، المقياس مو مقياس قصور ولا أموال. أخواني وأخواتي، هناك من هو في قصور لكن ينام إبر مهدئة، هناك من عنده أموال ما فادت هذه الأموال، وهناك تجد سبحان الله فقير لكن منشرح هذا الصدر، لا إله إلا الله، منشرح صدره. وتجد سبحان الله يعني دائما بابتسامة، لأن القرب من الله عز وجل هو المقياس، القرب من الله عز وجل. طيب من هو هذا حبيبنا؟ أما خرج من الجوع صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معروف أحبتي في الله، أما خرج من الجوع صلى الله عليه وسلم، كان يربط على بطنه من الجوع، ووجد من؟ وجد أبو بكر ووجد عمر. من الذي أخرجكم؟ قال أخرجنا الجوع يا رسول الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المقياس غنى، فالغنى أحبتي في الله، الغنى بأنك تقترب من ذكر المولى عز وجل. الغنى بلا شك هو بأن يكون ذاكرا للمولى عز وجل، مقدما للأعمال الطيبة المباركة. أيضا أحبتي في الله التأمل، هذه من الأسباب أيضا. لو تتأمل الآن، يتأمل العبد بنعم الله عز وجل. هناك نعم نقسمها على قسمين، ما رأيكم؟ هناك نعم دنيوية ودينية. الله عز وجل من علينا بنعم دنيوية، فتجد هناك دنيوية فيه نعم كثيرة جدا. طيب أعطونا أمثلة على النعم الدنيوية، مثل ماذا؟ نعم دنيوية، مثل المسكن، مثل السيارة، الأمن والأمان، الطعام، الشراب، الأجهزة، قل ما شئت. النعم الدينية بأنك تكون موحد، أعظم الدين بأنك متبع للكتاب والسنة، هذه أعظم نعمة، تكون متبع للكتاب والسنة. نعمة الإسلام، فهذه من أعظم النعم بلا شك. عندما يكون لدينا هذا، تأمل هذا الأمر، تفكر، يزول عنك الهم، والله والله يزول عنك الهم، تقول الحمد لله أنا بخير وعافي، ما دام الله من علي بهذه النعم العظيمة، نعم دنيوية الحمد لله، يعني الله ساترني، يعني الحمد لله، هذه الدنيوية. والدينية أنا مسلم، أصلي يا الله لك الحمد، وأصحح في أخطائي أيضا، ما أزكي نفسي، النفس أمارة بالسوء أحبتي في الله، ما أزكي نفسي، لكن أقول الحمد لله أنا مسلم وأجتهد أكثر وأكثر، أقدم وأجتهد وأصحح من الأخطاء. أيضا من الوسائل التي تساعد على التخلص من الهم نسيان الماضي، ما رأيكم؟ بعض الناس يا أخواني تخطي عليه خطأ يقعد 5 سنوات يفكر فيه، 5 سنوات يمكن. أنتم ما تسمعون من القصص اللي أخ هجر أخو شقيق له، ما أقول لكم صديق، أخو شقيق نفس البيت 5 سنوات ما يكلمه، ليش؟ والله يقول سبب الإرث مثلا، صح؟ مثلا صديق ما يكلم صديق له مدة سنة كاملة أو سنتين. طيب صديقك كنت عشرة عمر وتسافرون مع بعض، وش اللي حصل؟ والله اختلفنا مثلا على في السفر، نروح المطعم الفلاني هو قال لي لا أنا أبغى المطعم الفلاني. شو العقول هذه؟ شو العقول هذه يا أخواني؟ ولا اختلفنا في مسألة فقهية، ما شاء الله ابن باز وابن عثيمين مجتمعين، بعض الناس يختلفون وخلاص ما يكلم خويه، لا أنت خطأ أنا صح، ويقعد له سنتين ما يكلم. والسبب والله المسألة أنت على صواب، لا أنا على صواب. نسيان الماضي يا أخواني، نسيان الماضي سبحان الله، هذه يعني النقاش ترى هو اللي يجيب الهم، يعني نقاش عن نقاش يختلف بلا شك، صح؟ يختلف، في ناس أهل نقاش يحترمون،
أنا أقصد الناس اللي يعني ما يجيد النقاش أصلا، والنقاش عموما يعني ناقش الشخص الذي يستحق أن تناقشه، وهذا موضوع آخر أنا ما أريد أستطرد في الكلام، نخرج إلى موضوع النقاش الآن. أخواني وأخواتي، تجد سبحان الله من الناس ما ينسى أبد، لكن من الوسائل تزيل الهم نسيان ما مضى، مشاكل حصل لك، أمر خطأ، ها يا أخي قبل أن تضع رأسك على المخدة قل اللهم اغفر لمن ظلمني واغتابني، اللهم اغفر لمن ظلمت واغتبت، اللهم لا تجعل في قلبي غل، اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اجعلهم من السعداء. ليش ما ندعي هذا الدعاء قبل ما تحط رأسك على المخدة تبي تنام؟ هذا الفعل أما أدخل رجل الجنة؟ يا من تريد أن يزول عنك هذا الهم، هذا الفعل أما أدخل رجل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أما قال سوف يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، خرج الرجل، أتى اليوم الثاني قال يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، اليوم الثالث سوف يخرج من هذا الباب رجل من أهل الجنة، نفس الرجل. ذهب عبد الله بن عمر، على صح الأقوال أن عبد الله بن عمر نام عند هذا الرجل 3 أيام، يقول ما أرى من العمل إلا كما يصنع كثير من الناس. يعني احنا نقول كثير من الناس يا اخوان يا ليتنا نسوي مثل ما يسوون، يمكن قيام الليل عندهم شيخ يعني شيء عظيم. فقال تفعل كما يفعل البقية، قال ذاك ما رأيت ولكن والله ما انام وفي قلبي غل وحقد على مسلم، او كما قال يعني نقول لكم بالعامية اذا حطيت راسي على المخدة انا والله ما عندي اني احقد على احد. فتتصور هذه النوعية عندها هم، هذا الذي يمتلك هذا القلب النقي، تتصور عنده هم هذا؟ إذا كان يعفو ما يكون الهم عنده أبدا، وإذا أتى الهم يمر مرور الكرام يا أخواني، إذا أتى هذا الهم أنا أتصور بأنه يمر مرور الكرام، ما يعني يبقى طويلا هذا الهم، يمر مرور الكرام. نحن ما أريد أن أتكلم بمثالية يا أخواني وأخواتي، ما أريد أن أتكلم بمثالية، الهم يحضر صح؟ الناس يختلفون درجات، لكن لا يبقى هذا الهم طويلا، لا يبقى هذا الهم طويلا، يزول مباشرة، لا يقف عندك كثيرا. استغفر، اذكر المولى عز وجل، اذكر المولى عز وجل أكثر من الاستغفار يزول. حي الله نادي الغالي، يا مرحبا. فعندما يكون لدينا هذا الأمر بلا شك أن الإنسان يمتلك قلب نقي فيزول هذا الهم بإذن الله. أيضا من الأسباب التي تجعل هذا الهم يزول يعني الآن أحبتي في الله، نلاحظ الآن التوكل على الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتوكل على الله. هل لدينا التوكل الحقيقي؟ تريد الهم يزول عنك؟ هل نطبق هذا التوكل حقيقي؟ والله لو كنا نتوكل على الله، ها حق التوكل الحقيقي، والله ما بقي هم. لكن نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الحقيقي، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتوكل حق التوكل، وأن يكون صادقا بهذا الأمر. التوكل ترى يعني في نقص عندنا أخوان، أنا أتكلم عن نفسي وعن من هو على شاكلتي، نريد أن نكون من المتوكلين وليس المتواكلين. بعض الناس التوكل مو حاضر، خلي التوكل عندك حاضر بشكل قوي جدا، فعندها سبحان الله يطمئن قلبك. ليش يطمئن قلبك؟ إذا جاء كم تقول لا والله الحمد لله هذا أمر من الله، أنا متوكل على الله، أصابك غم ولا هم ولا أصابك مثلا خسارة في أموال، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والله أنا متوكل على الله الحمد لله. التوكل أمر عظيم جدا، فوض أمرك للمولى عز وجل. وبلا شك أن فعل الأسباب كما يشير أخي طموح، فعل الأسباب أمر مهم جدا. يعني بعض الناس يقفز من السطح يا أخواني، ها يقول أنا متوكل على الله ما راح يجيني شيء، من الدور الرابع ها وعلى سيراميك وكمان سيراميك، الله يذكر الشيخ محمد العريفي بالخير، ويقول لك أنا متوكل على الله، وين السبب؟ وين السبب؟ الله عز وجل ما قال تلقي نفسك من فوق،
وكذلك عمر صح لي اخواني واخواتي عمر رضي الله عنه وارضاه عندما اخرج شباب وجدهم في المسجد فقال ما شأنكم؟ قالوا نساك. ولا انا غلطان؟ قالوا نسا اي عباد. قالوا تعملون؟ قالوا لا. قال من اين تأكلون؟ قالوا من جيراننا من الجيران. قال اذهبوا الى المزارع، اذهبوا اعملوا، فان السماء ما تمطر لا ذهب ولا دنانير. السماء ما تمطر احبتي في الله اموال لك، فلا بد ان يكون هذا الامر حاضرا، لان التوكل مثل الاسباب. اسال المولى عز وجل ان يوفقنا واياكم للخيرات، وان يجعلنا واياكم من الصادقين، وان يرزقنا واياكم الايمان الحقيقي الذي ينجينا عندما نقف امام من خلقنا واوجدنا. لعل هناك اسباب اريد ان اذكرها باختصار حتى لا اطيل على الاحبه، بان العاقل يعلم بان حياته الصحيحه حياه السعاده والطمانينه وانها قصيره جدا، فلا ينبغي تقصر الحياه بالهم. ها يا اخواني العاقل، كن عاقلا يا رجل، حياتك قصيره، يعني تبي تقصر عمرك بالهم والغم؟ من طول الحياه عندك اصلا انت امتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك، والموت فجاه. انت ناقص هم وغم؟ ليش ما يكون عندك توكل؟ ليش ما يكون عندك فرح؟ ها اذا اتاك امر تقول الحمد لله هذا من الله، اذا اتاك امر سعاده وامر مفرح تقول الحمد لله هذا من الله، كل شيء من الله، دائما تحمد المولى عز وجل. ما اجمل هذا الامر. الدنيا ما مو طويله، الدنيا تقصر الدنيا عليك. كن عاقلا يا رجل، اختي الفاضله، انسان يكون عاقلا، كلام لنا جميعا. ايضا من الامور النافعه باذن الله ان تعرف ان اذيه الناس لك وخصوصا في الاقوال ها لا تضرك بل تضرهم. لا تجعل الهم عندك انت. الناس اذا ضروك بالكلام، بعض الناس يزعل، النفس ربما ما تتحمل يا اخوان، الناس يختلفون صح؟ طيب ليش تعيش في هم؟ هذا الكلام يضرهم ما يضرك انت. النفس يقع فيها شيء، لكن حاول ان تتخلص من هذا، تتخلص من هذه النقطة مباشرة، لان الناس الان عندما يكون الأذية في القول لك قول سيء، لا هذا يضرهم ما يضرك انت. لابد ان تنشغل فيما ينفعك، الاهتمام فيما ينفعك يوم الارض. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دعوني اقول لكم حديث ان اذنتم لي، وهذا الحديث عند احمد والترمذي وصححه الالباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وكان ابو بكر الصديق، واتى رجل يتكلم على من؟ يتكلم على الصديق ويشتم الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، وكلما زاد في الكلام ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، يشتم الصديق والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رد عليه رد يسير، قال يعني ما بالك، لماذا هذا الكلام؟ فعندما رد هذا الرد اليسير، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا المجلس وذهب. فتبعه الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله، الرجل عندما كان يشتم كنت تبتسم، وعندما رددت عليه يعني لماذا هذا الكلام تركت المجلس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون ماذا قال أخواني وأخواتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر، كان هناك ملك يرد عليه، كان هناك ملك يرد عليه كلما شتم رد هذا الملك، وكنت أبتسم، وعندما رددت بشيء يسير حضر الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان. فضل عظيم يا أخواني، بأن الإنسان سبحان الله يتذكر هذا الأمر، كظم الغيظ والعفو. وهذا الحديث صححه الألباني وعند أحمد والترمذي، فانظر إلى أهمية هذا الأمر. يقول هناك ملك يدافع عنك. فالآن مسألة الآن أن النقطة اللي ذكرناها لكم بأن كلام الناس يضر من أخواني وأخواتي؟ يضر من؟ يضر الشخص اللي أساء لك، ما يضرك أنت، ما يضرك. الواثق واثق، يعني كن
يعني كن مثل الجبل كما يقولون، ما يهزك شيء، خليك جبل ما يهزك شيء، أنا واثق من نفسي خلاص. هذا الأمر مطلوب أخواني وأخواتي، يعني الإنسان يكون واثقا، يكون أي نعم، ومع ذلك لا تكون مغرور. يعني بعض الناس يقول أنا ما رد عليهم يكون مغرور، لا ممكن تكون مخطئ ولا أنا غلطان يا أخي نادر، ممكن عندك أخطاء، لكن كن فطن، أخذ المفيد وأترك القبيح. تتفقون معي إخواني وأخواتي؟ إذا كان هناك إساءة أترك الشيء القبيح وأخذ الشيء اللي أشوفه فعلا موجود معي وأصحح وأستمر، حتى ما يأتي مثلا الغرور، مثلا يأتيك الشيطان يقول أنت كذا لا. فعموما الإنسان هو طبيب نفسه، يعني هو طبيب نفسه ويعرف هذا الأخطاء، كل شخص يعرف الأخطاء الموجودة عنده. أسأل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن لا يجعلنا ممن يعني يكون لديه الهم والغم. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك في ذلك الموقف العظيم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، اللهم وفق القائمين على هذه الغرفة خير الجزاء، وفقهم لكل خير واجزهم خير الجزاء. أسأل المولى عز وجل أن يوفق كل من تواجد معنا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم، هم القوم لا يشقى جليسهم. اللهم بدل سيئاتنا، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، واجعلنا من السعداء، واجعل هذا المجلس سببا لدخول الجنان، اللهم اجعله سببا لدخول الجنان، اللهم اجعله سببا لدخول الجنان، واجعلنا من الصادقين. اللهم آمين يا رب العالمين. إن كان هناك من صواب فمن الله، وإن كان هناك من خطأ فمن نفسي والشيطان، هذا والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وارسم على خدك ورود، لا تقول ما أقدر.